أهلا بكم أبنائي الطلاب في مفهوم جديد، الضيف الثقيل. عزيزي الطالب، أجب. من آداب الزيارة. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الاستئذان. أحسنتم، إجابة رائعة. الضيف الثقيل، هيا بنا نستمع. لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك، لا تكن عبئا عليهم، لا تحملهم عناءك. ليس من ذنب أناس أن يكونوا أقرباءك، فتحل الصبح ضيفا واصلا فيهم مساءك. أنت لا تدري إلى كم تزعج الخلا إزاءك، قد تراه مستمدا لك من قوم عشاءك، قد تراه مستعيرا لك من جار غطاءك. انتظر فليك غبا ثم لا تكثر بقاءك، قد مضى عصر قديم وجديد العصر جاءك. فاترك الناس نزيلا واجعل الأجر كراءك. عزيزي الطالب، أكمل الفراغ. يجمع النص بين فراغ. ما الإجابة؟ هيا بنا نفكر. بين النصح والفكاهة. أحسنتم، إجابة رائعة. عزيزي الطالب، أشرح. لا تكن عبئا عليهم، لا تحملهم عناءك. هيا بنا نشرح هذا البيت. ما الإجابة يا أحبة؟ يوجه الشاعر الضيف إلى أنه يجب عليه ألا يكون حملا ثقيلا على مضيفه. أحسنتم. عزيزي الطالب، إعادة صياغة البيت صياغة نثرية. انتظر انتظر فليك غبا ثم لا تكثر بقاءك. ما الإجابة؟ هيا بنا نفكر. لتكن زياراتك في أوقات متباعدة ولا تطل البقاء. أحسنتم، إجابة رائعة. عزيزي الطالب، اختر الإجابة الصحيحة. أبيات النص تناسب مجاله، حيث جاءت الخيارات: خفيفة قصيرة، ثقيلة طويلة. ما الإجابة؟ خفيفة قصيرة. أحسنتم. النص يدور حول الخيارات: آداب الأكل، آداب الزيارة. ما الإجابة؟ آداب الزيارة. أحسنتم. بدأ النص الخيارات بأمر وانتهى بنهي، بنهي وانتهى بأمر. ما الإجابة الصحيحة؟ بنهي وانتهى بأمر. أحسنتم. عزيزي الطالب، أصل الكلمة في القائمة ألف بمعناها في القائمة باء. عبء الخيارات: مقابل، حمل ثقيل. ما الإجابة؟ نفكر. حمل ثقيل. أحسنتم. إذا ما الإجابة؟ هيا بنا نفكر. مقابل. أحسنتم. عناء الخيارات: حينا بعد حين، تعب شديد. ما الإجابة؟ تعب شديد. أحسنتم. غبة،
ما الإجابة؟ حينا بعد حين أحسنتم. الضيف الثقيل، أولا أن يعرف الطالب تراكيب لغوية وأساليب ومعاني كلمات عن طريق السياق، ثانيا أن يجيب الطالب عن أسئلة تفصيلية متعلقة بالنص، ثالثا أن يتذوق الطالب الجوانب الجمالية والتعبيرات الأجمل في النص.